يا اهلا ومرحبا جميعا على قناتكم قناة احدث صيحات الموضة والاكسسوارات المفيدة والجديدة في عالم الازياء على قناتكم اربي فاشن موديل. مع تقديم لكم افضل الموديلات والملابس الصيفية والشتوية وايضا نقدم افكار ونصائح جديدة في الموضة للمساعدة على الحصول على اطلالة جيدة وحديثة ايضا. الحذاء اللوفر في الموضة من الأحذية التي تعطي أناقة غير طبيعية دون تكلفة أو مجهود، فهي أغلب التصميمات تكون مزودة بحلية نحاسية أو ذهبية من الأمام تعطي أناقة لشكل القدم دون الحاجة لصنع مجهود خرافي في الزي الذي سوف ترتدينه في الجامعة. أيضا الحذاء الرياضي بدون رباط من الأحذية التي ستلجئين لها مسرعا في يوم ما، فهو عوضا أن يكون بدون رباط ولن يأخذ منك وقت في تفكيرك الرباط القديم وربطه مرة أخرى، فهو أيضا سيكون مريحا من ناحية البطانة الداخلية الخاصة به.